بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرنا في مصر وتونس وليبيا، اللهم انصرنا في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم أيد رئيس البلاد لما تحبه وترضاه، ووفقه ومن معه من أهل الخير لما فيه إعزاز الإسلام والمسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.